ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل ماسك لتفتيح البشره، كمان لشيل الزيوت الزياده في الوش، وكمان بيرطبه لان هو بيبقى فيه نشا، وكمان عشان فيه ميه ورد وكده، وعلشان كمان هو فيه فيتامين اي وفيتامين بي، وكمان عشان هو موجود فيه مغنيسيوم، وغير كمان هو فيه مغنيسيوم يعني بيرطبه كويس قوي يعني وكده، وبيعالج اثار الحبوب، وطبعا ضمانتكم بنخفف الزيوت اللي في البشره ويفتحها. معانا المكونات، اول حاجه نص كوبايه ميه، طبعا نحط المكونات في طاسه علشان كل ده هيتحط في الميه، هنحط قصدي على النار، وهنحط معلقه كبيره من النشا اللي هو كده يعني، تمام. طبعا على حسب الكميه اللي هتعمليها، كل ما كميه بتبقى كبيره كل ما انت ما بتزودي معلقه كبيره من النشا دي، ميه موارد اللي هي بتاعت العراق، تمام، هي اصلا بتاعت وش، هنحط منها معلقه كبيره برضه، وزي ما قلت لكم كل ما تكون الكميه كبيره كل ما احنا ما هنزود الكميه برضه بتاعتنا، وهنبدا بقى ان احنا نقلب جامد كده. هتلاقيه الموضوع معاكي بطيء شويه، بس اما بنيجي نحطه على النار كل ده الموضوع بيبقى سهل جدا، تمام. بعد ما هندخل كل المكونات دي في بعض هنحطه على نار هاديه جدا، وتفضلي بقى انت تقلبي ان هو محطوط على النار، هو طبعا هتلاقيه كده لحد ما تلاقيه معاكي اللي هو بقى تقيل كده، واللي هو يعني يتماسك على الوش، هنشيله طبعا، هنشيله ونسيبه لحد ما يبقى شويه تحس ان هو مثلا دافي او كده، عشان نقدر ان احنا ايه نستخدمه. احنا كل حاجه على النار بقت على نار هاديه زي ما انتم شايفين كده، قعدنا نقلبها لحد ما بقى القوام معانا بالشكل ده اللي هو شبه الجل كده بشويه. المهم ان احنا نسيبه يبرد كده شويه كمان، عشان ايه هنحطه على الوش يعني كده. طبعا احنا قبل ما نحطه لازم نمسح الوش بكلينزر، نغسله بكلينزر اللي هو الغسول او بموفل ميك اب اللي هو موديل مكياج، عشان نتاكد ان الوش ما فيهوش اي حاجه خالص، وكل ده طبعا باستحقاق قطن، او يعني لازم يكون فيه قطن. طبعا احنا لازم نتاكد زي ما قلت لكم ان البشره تكون نظيفه جدا. بصوا ما بيبت حتى شويه كده عن المره اللي فاتت، بقى بصوا عامل ازاي كمان بيتقل. طبعا طبعا يعني يفضل ان انت تعملي الماسك ده على بشره معمول فيها تقشير، عن طريق حمام البخار، لازم نعمل حمام بخار قبل التقشير علشان المسام تتفتح والماسك يدخل جوه البشره بشكل كويس جدا. وزي طبعا زي ما قلت لكم الماسك ده بس مش بيبيض البشره، لا كمان ده بيشد البشره لان في فيتامين اي وفيتامين بي زي ما قلت لكم. وبعدين هحط بقى دلوقتي الماسك على البشره، بس طبعا لو قلت لكم يكون محبوب، يعني انت تكوني عامله سكراب للبشره. بصوا اهو هو عامل شبه الجيل خالص، بنسيب الماسك كده اهو بصوا 15 دقيقه، وبعدين كده نغسل البشره، وبعدين كده. وطبعا لما بنيجي نغسل البشره لازم ننشف مياه عشان البكتيريا تبقى في الفوطه، وبنغسل البشرة بمية دافية، وبعدين كده طبعا بنسيب الماسك اللي هو يهدى شوية، وحتى يعني ايه ما تخليش البشرة دي تكون حامية جدا. بعدين كده بعد ما تشيلي بقى الماسك هتلاقي الوش ناعم جدا وبيكون فاتح. وطبعا لازم بعد ما بنغسل البشرة على 15 دقيقة هنحط المرطب للبشرة، وعلى حسب كل واحد نوع بشرته. وبعد ما نخلص الماسك ده هنحط قطعتين خيار على العين، وبس كده يكون الماسك خلص، يا رب يكون عجبكم.